عقد رئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقه المتجدده ورئيس الهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر على مستوى الجمهوريه ومستجدات التعاون مع الخبرات الدوليه في مجال توليد طاقه الهيدروجين الاخضر باستخدام الطاقه المتجدده والشركات العالميه ذات الخبره في هذا المجال اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية. وقد تم في هذا الإطار استعراض مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، والشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال. وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة النظيفة في مزيج القدرات الكهربائية للدولة للوصول إلى نسبة 42%. وذلك في ضوء ما تزخر به مصر من امكانات من الطاقه النظيفه المتمثله في الرياح والطاقه الشمسيه وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الاطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الاخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقه في المستقبل القريب وبما يصب في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممرا لعبور الطاقه النظيفه ومن ثم مركزا محوريا للربط الكهربائي بين اوروبا والدول العربيه والافريقيه. كما وجه السيد الرئيس أيضاً بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة. كما وجه السيد الرئيس بدراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الكبيرة في التوليد. وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في عدة مواقع جغرافية على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض مشروع ممر الطاقة الخضراء في مصر، والذي يهدف إلى تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في الشبكة القومية للكهرباء، ومن ثم تسريع عملية تطوير إمكانات الطاقة المتجددة في مصر بهدف تعظيم إمدادات الطاقة لدعم عملية التنمية القومية الشاملة. وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتصدير الطاقه المتجدده واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد كذلك عرض جهود توطين مشروعات الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس والمواقع المقترحه لتلك المشروعات في المناطق الصناعيه والموانئ التابعه للهيئه وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تعزيز الجهود القائمه لجذب الاستثمارات الاجنبيه الى المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس في مجال انتاج الطاقه النظيفه، خاصه الهيدروجين الاخضر وتطبيقاته الصناعيه المختلفه، وذلك لتعظيم الاستفاده من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناه. بما يساهم في ان تصبح من المناطق الرائده والجاذبه على مستوى العالم في هذه الصناعه البازغه وكذا تحويلها الى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الاخضر